بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبنائنا طلاب الصف الأول الإعداد. إن شاء الله النهاردة معنا paragraph about a typical day in my life. A typical day in my life يعني يوم نمطي أو يوم نموذجي في حياتي. نبدأ كده بمقدمة بسيطة، نحط فيها العنوان بتاعنا. In the following lines I will talk about a typical day in my life. In the following lines I will talk about a typical day in my life. يعني هتكلم عن يوم نمطي في حياتي. I am a student يعني أنا طالب. I am 13 years old أنا عندي 13 سنة. I am in prep 1 أنا في الصف الأول الإعدادي. I live in Dumyuta أنا بعيش في دمياط. Really my day is busy. Really يعني حقا. My day is busy يعني يومي مزدحم. I get up at 6:30 in the morning أنا بستيقظ في السادسة ونصف في الصباح. I make my bed then I wash and pray ثم أصلي أتوضأ وأصلي. Then I wash and pray أتوضأ وأصلي. I help mom at home أنا بساعد مامتي في المنزل. I sit the table أنا بعد المنضدة. And have my breakfast وبتناول إفطاري. Then I walk to school يعني بمشي أروح مدرستي. My school مدرستي isn't far أنا بقول هنا I walk يعني أنا بمشي. I walk to school يبقى هنا my school isn't far يعني مدرستي ليست بعيدة. I am so clever at school أنا شاطر جدا. I am so clever at school أنا شاطر جدا في المدرسة. I get home at 2 o'clock طبعا PM هنا مقصود بها in the afternoon، ولكن بدل ما اكتب كلمة in the afternoon ممكن اكتب PM فقط معناه in the afternoon. I get home يعني أنا بعود عن المنزل at 2 o'clock PM. I get home at 2 o'clock PM. I have lunch at 3 PM. I have lunch بتناول غدائي at 3 o'clock PM في الثالثة ظهرا. In the evening في المساء I do my homework أنا بعمل واجباتي. Then I watch TV ثم أشاهد TV. I go to bed at 10 o'clock PM يعني بذهب للفراش at 10 o'clock PM في العاشرة مساء. طبعا الباراجراف ده مهم جدا لأنه موجود معانا في الورك بوك في كتاب المدرسة أو في البراكتس عندنا في كتاب المدرسة. ياريت كلنا نذكره كويس ونحفظه. مرة تانية in the following lines I will talk about a typical day in my life. In the following lines, I will talk about a typical day in my life. I am a student. I am 13 years old. I am in prep 1. I live in Dumyuta. Really, my day is busy. I get up at 6:30 in the morning. I make my bed. Then I wash and pray. I help mom at home. I sit the table and have my breakfast. Then I walk to school. My school isn't far. I am so clever at school. I get home at 2 o'clock. I get home
at 2 o'clock p.m. I get home at 2 o'clock p.m. I have lunch at 3 p.m. I have lunch at 3 p.m. I have lunch at 3 p.m. In the evening, I do my homework. I do my homework. Then I watch TV. Then I watch TV. I go to bed at 10 o'clock p.m. I go to bed at 10 p.m. ومن هنا وصلنا لنهاية باراجرافنا باراجراف اليوم. طبعا احنا بالنسبة لطلاب الصف الأول الإعدادي مطلوب انهم يكتبوا باراجراف من 80 كلمة، ولكن الباراجراف بتاعنا دخل كده على 120 كلمة، يعني زيادة يجي 30-40 كلمة. ممكن لو شلنا المقدمة كده اللي احنا كتبناها يبقى حذفنا كده ايه ال 30 او ال 40 كلمة دول، ولكن هي مقدمة بسيطة نحط فيها الموضوع وبتخلي ان انا كاتب كلمات اكتر في الباراجراف بتاعي. يبقى مرة تانية الباراجراف عدد كلماته كتيرة. لو انا وجد برضك صعوبة في جملة او جملتين انا ممكن استغنى عنهم وما يتأثرش باراجرافي. تعالوا مع بعض مرة تانية كده ناخد بالنا ان احنا، ودايما بذكركم ان احنا بنترك مسافة في بداية الجملة الاولى وبنبدأ بحرف كابيتال، بنبدأ الجملة الاولى بحرف كابيتال، وبراعي ان انا بترك مسافة ما بين كل كلمة والكلمة التي تليها، وفي نفس الوقت في النهاية بضع فول ستوب، يعني بنحط ايه نقطة او فول ستوب في نهاية كل جملة. بنبدأ بحرف كابيتال، بنترك مسافة ما بين كل كلمة والتانية، وبنضع فول ستوب في نهاية كل جملة، وبنرى علامات الترقيم يعني من في كتابة الباراجراف، وتنسيق ورقة الإجابة بتاعتي. يعني إيه؟ يعني بكتب في وسط السطر العنوان بتاعي هنا، وبنبدأ على طول نكتب الباراجراف، بس بنسيب مسافة، نبدأ بحرف كابيتال، نترك مسافة ما بين كل كلمة والتانية، نترك سطر أو نكتب على سطر وبنسيب سطر. يعني أنا الباراجراف بتاعي زي ما احنا شايفين كده أخد مساحة الورقة الامتحانية بخط واضح، وطبعا بتنسيق الباراجراف. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح. وطبعا اللي مشترك في القناة عندنا ياريت يعمل سبسكرايب لو مش مشترك، ولايك للفيديو بتاعنا عشان يوصل لكل الأصدقاء أو كل زمايله والكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة طلاب المرحلة الابتدائية، معنا قناة سبحان الله الحياة حلوة تعرض دروس اللغة الإنجليزية للصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي. بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية قناة علي جودة هتعرض بالنسبة لصفوف الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي اللغة الإنجليزية. طلاب المرحلة الثانوية قناة سر التفوق والنجاح للصف الأول والثاني والثالث الثانوي. وما ننساش كلنا نعمل سبسكرايب واشتراك لو ما كناش مشتركين عشان يوصلنا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.